أبعاد هذا القرار الذي يأتي في ظل وجود حراك سياسي دبلوماسي كبير في الخرطوم لتشكيل حكومة مدنية؟ بداية هذا القرار يعقد المشهد السياسي أكثر مما يمكن أن يحدث أي انفراجات، باعتبار أن هذا القرار نفسه قرار التكليفات الحكومية، التكليفات الحكومية بما يخص الحكومة والجهاز التنفيذي هي من ترشيحات قوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية، والآن ما زالت قوى الحرية والتغيير موجودة في الوثيقة الدستورية، وحتى تعديلاتها التي تم اقتراحها تم فيها إبعاد كلمة الحرية والتغيير مع إبقاء الشريك الآخر اللي هو المكون العسكري في اتخاذ القرارات. إذن السيد رئيس مجلس السيادة ليس من حقه ابتداء أن يقوم بأي إجراء أي تعيينات أو تغييرات في ما يخص الجهاز التنفيذي، لأن هذا ليس من اختصاصاته، إلا إذا كان السيد رئيس مجلس السيادة يعتمد على سلطات أخرى مستمدة من سلطة الأمر الواقع وسلطة البندقية. هذه ما يمكن أن يشرع له اختيار الوزراء أو وكلاء الوزارات وبهذه الخطوة. هذا في المقام الأول. في الآخر هذا يجعل الوضع انقلابيا بالكامل، لأنه أصبح الآن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الجهاز التنفيذي والحكومة، يجعل الباب مواربا بعدم اختياره لرئيس للوزارة، وهذا يمكن أن يجعل أن السيد رئيس مجلس السيادة يحاول أن يقول للخارج وليس للداخل أنه هذه مجرد تكليفات لإدارة الأمور اليومية والحياتية للسودانيين، ولكنها ليست ضمن أي مشروع سياسي في ضمن الوضع الانتقالي، ما يعني تجميد الأوضاع الانتقالية بالكامل.